أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، حياكم الله جميعا، أهلا بكم إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم من الإخبارية الجزائرية. اليوم تحل الذكرى 59 لعيد النصر المصادف للتاسع عشر مارس 62، محطة تؤرخ لانتصار الثورة الجزائرية على الاستعمار، فكانت ثمرة كفاح ونتاج مفاوضات حققت هدف بيان أول نوفمبر في وحدة الجزائر أرضا وشعبا. نواكب الذكرى اليوم للحديث عن عظمة هذا التاريخ وعن حنكة المفاوضين الجزائريين وما هو دور الشباب اليوم في احتضان ذاكرته الوطنية حفاظا على وحدة الوطن. وترسيخ القيم الوطنية في صلب الخطاب الديني الجامع والمتحضر في تعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ عليها. ستكون لنا أيضا وقفة عند مؤسسة الناشئة في صناعة الصابون الطبيعي مع تنامي اهتمام المواطنين أقول بالعودة إلى كل ما هو صحي وآمن لا سيما بعد جائحة كورونا. في الأخير حديث عن افتتاح معهد جديد للموسيقى والتمثيل في زيرالدا وإعادة بعث النشاط الثقافي وفق البروتوكول الصحي. أهلا بكم جميعا. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجل الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا، والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع إذن تحيي الجزائر اليوم الذكرى 59 لعيد النصر المصادف للتاسع عشر مارس 62، تاريخ وقف إطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري ليتحقق بذلك هدف بيان أول نوفمبر في وحدة الجزائر أرضا وشعبا، ويكون عيد النصر أقول اللبنة الأولى في بناء جزائر حرة ومستقلة. ورقة حول الحدث في هذا التقرير للزميل طاهر حليس. تحت شعار إصرار انتصار وبناء تحتفل الجزائر بالذكرى 59 لعيد النصر. هذا النصر الذي كان نتاج كفاح ونضال وجهاد قوي وعسير، قدم هذا الوطن في سبيل الحرية والاستقلال قوافل من الشهداء ارتوت بدمائهم هذه الأرض، أرض الجزائر. فمن المقاومات الشعبية التي مست ربوع الوطن إلى نضال الحركة الوطنية التي قدمت خيرة أبنائها قربانا على جسر النضال، إلى مظاهرات 8 مايو 45 900 و1000 والتي ارتكبت فيها فرنسا جرائما شنيعة ضد الشعب الأعزل. فكانت هذه المظاهرات منعرجا حاسما وكبيرا في فكر الحركة الوطنية، هذه الحركة التي أنتجت لنا جيل نوفمبر الذي فجر ثورة التحرير سنة 54 900 و1000. وللتاريخ، تميزت ثورة نوفمبر بفكرها وتخطيطها ورجالها، فكانت بحق الثورة التي كان فيها فصل الخطاب. ها
هذه الثورة التي دوى فيها صوت الرصاص عالياً في جبال الأوراس وجرجرة والظهرة والونشريس، فرددت صداها جبال القعدة وبوكحيل. فقدمت على امتداد 7 سنوات 1.5 مليون شهيد، بفضلهم انتصر جيش التحرير على أرض المعارك، وحققت الثورة انتصارات متتالية أجبرت فرنسا على الجلوس للمفاوضات، فكانت بداية الحرب الدبلوماسية التي مرت بعديد المراحل والمحطات، كللت باتفاقية إيفيان الثانية، وقعت في 18 مارس 62 900 و1000، ودخل وقف إطلاق النار التطبيق في كافة أنحاء الوطن ابتداء من يوم 19 مارس 62 900 و1000. إنه يوم النصر، اليوم الذي استرجعت فيه الجزائر سيادتها وحريتها، وطوى قرناً ونيف من الكفاح، ورمى بفرنسا الاستثمارية إلى ما وراء البحار. فهل يدرك جيل اليوم حجم التضحيات التي قدمها جيل نوفمبر في سبيل الحرية والاستقلال، استقلال الجزائر؟ إنها الأرض، إنه الوطن، وطن الشهداء. نصر مستحق أعقب جهادا عسيرا رواه الجزائريون بدمائهم الزكية. متابعة للموضوع استقبل ضيف الصباح بعد الفاصل. أسعد وإياكم مشاهدينا الأفاضل باستقبال الدكتور عبد الرحمن تونسي، أستاذ بالتاريخ المعاصر من جامعة الجزائر. دكتور تونسي صباح الخير وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا للاستضافة. أصحح فقط، جامعة كينيدي بنعمة 5 مليون. حاضر، أهلا بك دكتور تونسي. تاريخ 19 مارس 62 عيد النصر هو محطة تؤرخ الانتصار الثورة الجزائرية على الاستعمار. نبدأ معك بأهمية الحدث، لماذا 19 مارس وكيف جاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للتلفزة الجزائرية القناة الثالثة على الاستضافة الكريمة. سؤال وجيه، ويعني هذا اليوم الأغر، وخاصة الشكر للقناة هذه التي تحيي هذه الذاكرة. وما أدراكم ذاكرة من؟ ذاكرة أولئك الذين جاءونا بالنصر المؤزر، نصر 13 مارس. هو يوم خالد يذكرنا ب 132 سنة من الجهاد، من الكفاح، بأولئك الذين رفعوا رؤوسنا أمام العالم. هؤلاء الثلة من الجزائريين الذين فاوضوا الاستعمار وأرغموه على قبول شروط الجزائريين باستقلال الجزائر دولة واحدة موحدة من تائها إلى تائها. طيب دكتور تونسي، انتصارات الثورة الجزائرية على الصعيدين العسكري والسياسي هي من أجبرت فرنسا على الرضوخ إلى المفاوضات. تحدث قليلا عن الانتصارات السرية الأولى أو الأولية التي سبقت المفاوضات الرسمية. طبعا الفرنسيين لم يؤمنوا أو لم يصدقوا أن هناك شعب يثور ضدهم بعد هذه الفترة، وبعد أنهم خرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين مع الحلف الأطلسي، رغم انتصاره وشكله لأنه كانت هزيمة داخلية في فرنسا، لم يكونوا يظنوا أن هناك ثلة من الجزائريين بعد أن سجنوا معظم المناضلين، مناضل حزب الشعب بعد حادث بريد وهران، لم يكونوا يظنوا هناك ثورة، إلا أنه ظهرت هناك ثلة من الجزائريين أعلنت قيام جبهة التحرير الوطني وابتعدت عن الصراع بين التيار المساريين والمركزيين، وأعلنت ثورة في يوم 31 نقطة من الجزائر، أعلنت الثورة. هذه الثورة أدت إلى يعني زعزعة الكيان الاستعماري، وخاصة هجمات 1955، هجمات شمال قسنطيني التي أدت ببعض الفرنسيين خاصة الاشتراكيين محاولة الاتصال بالجزائريين، ويسمى بها محاولة جس النبض، ولكنهم رغم ذلك ما زالوا يعتبرون هؤلاء متمردين ولم يعترفوا بهم، لذلك هذه الاتصالات ستفشل في البداية. نستكمل معك النقاش دكتور تونسي بعد ربط الاتصال المباشر مع زميلة فوزية تاجر، متواجدة على مستوى ساحة المقاومة أول ماي بالجزائر العاصمة، دائما ضمن نفس الحدث. فوزية صباح الخير، ضعينا في صورة الحدث لديك. صباح
شكرا زميلتي. إذا صباح الخير، اليوم نقف وقفة إجلال لمن ضحوا من أجل أن يحيا هذا الوطن وأوقفوا همجية الاستعمار الغاشم وكانوا له صامدون. الاحتفال اليوم جاء تحت شعار إصرار انتصار وبناء. وللحديث أكثر عن هذا اليوم وعن التذكر هذا اليوم وهذه الذكرى ومن أجل التذكر كذلك بأبطالنا وشهدائنا، معي السيد أحمد رمضاني المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية. سيدي، اليوم الشعب الجزائري يحتفل بهذه الذكرى، ماذا يمكن القول خاصة لشبابنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية صباحية لكل مشاهدينا في ربوع الوطن. اليوم نقف هذه الوقفة، وقفة إجلال وإكبار، تخريدا لذكرى عيد النصر 19 مارس، وذلك تحت إشراف ولاية الجزائر وعلى رأسها سيد والي الجزائر سيد يوسف شرفة، وبتنظيم من مديرة المجاهدين وذوي الحقوق لدى الجزائر. شعار إصرار انتصار وبناء، بناء الجزائر قوية، بناء جزائر تتصدى لكل من يعني تتصدى لكل الهجمات الخارجية. هذا اليوم هو اليوم العظيم الذي حققت فيه الثورة التحريرية ما نظر من أجله أجيال عدة منذ 1830، حيث استرجعت الجزائر سيادتها ويعني أجبرت فرنسا اللجوء إلى الحل السياسي والاعتراف والإقرار بأن بالدولة الجزائرية المستقلة، حيث نحتفل بهذه الذكرى وتخليدا لتاريخنا المجيد وأبطال الجزائر الأحرار الذين قدموا النفس والنفيس من أجل أن ننعم في كنف الأمن والاستقرار. اليوم نحتفل بهذه الذكرى المباركة تحت شعار إصرار وانتصار وبناء. نعم، كما تفضلت أختي الفاضلة، الجزائر تنتصر دائما وتنتصر أبدا في التصدي لكل التحديات وكل المكائد التي تحيط بالجزائر. فالشعب الجزائري واحد وموحد إلى يوم الدين إن شاء الله، يدا بيد يدا واحدة نقف في التصدي لكل ما يحيط من أزمات وكل ما تحيط من كائد. والشعب الجزائري هذا سلطة وشعبا، يد واحدة، ونحقق كل أماني وطموحات الشباب وطموحات الشعب الجزائري. شكرا جزيلا سيدي. إذا الذكرى اليوم تقام من ساحة المقاومة بسيدي محمد بالعاصمة، حيث يكون في حضور السلطات المحلية، أين ستقرأ الفاتحة ويوضع إكليل من الزهور على المقام الموجود على مستوى الساحة، وقراءة الفاتحة كذلك ترحما على شهدائنا الأبطال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك فوزية تاج ولضيفك الكريم على كل هذه التوضيحات. نعود إليك دكتور تونسي الحاضر معنا في الاستوديو دائما الحديث عن هذه المناسبة العظيمة الخالدة في تاريخ الأمة الجزائرية، وكنا قد بدأنا الحديث حول الاتصالات الأولية التي سبقت للمفاوضات الرسمية. طبعا الاتصالات الأولية يعني فرنسا اضطرت للاتصالات لأنها هزمت في الميدان في الميدان، كذلك هزمت في باندونغ في السنة 55، كان انتصار للثورة الجزائرية وكذلك في بداية مناقشة القضية في الأمم المتحدة، وبالتالي الجزائريين انطلقوا إلى مرحلة أخرى بعد فشل جلسة النبض إلى مؤتمر الصمام الذي نظم الثورة، مما يؤدي إلى ظهور لجنة التنسيق والتنفيذ التي تحضر لإنشاء ما يسمى حكومة الجمهورية المؤقتة أو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. هنا تتزامن هذه الحكومة مع مجيء انقلاب 13 مايو ومجيء ديغول للحكم الذي يحاول استعمال سياسة الترغيب والترهيب، ومن جهة يضغط على الثوار في الجبال ومن جهة يحاول مد يده ما يسمى بالمفاوضات، ولكنه ما زال يشكك في الثورة ويسمي المجاهدين متمردين، إلى أن جاءت الزيارة قام بها إلى الجزائر وجاء رد فعل الجزائريين في 11 ديسمبر
1960 وهي الساحة التي كنا نشاهدها الآن مساحة المقاومة. 1960 خرج الجزائريون عن بكرة أبيهم يردون على ديغول يقولون له الجزائر مسلمة ليست فرنسية وليست الجزائر الجزائرية التي يرددها بعض المستوطنين، إنما الجزائر مستقلة مسلمة. وبالتالي رد الفعل الاستعمار كان قويا في هذه المجازر في هذه المظاهرات، كذلك كان قويا ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 حينما ألقى بالعشرات من الجزائر في نهر السين، إلا أنهم يعني طالبوا بحرية واستقلال لهذا الشعب لهذا الوطن. هنا في هذه الفترة تتظاهر مثل بالمفاوضات، طبعا جاءت هناك اتصالات سرية ثم اتصالات علنية ولكن فيها تردد من طرف الفرنسي وتشكيك حتى أن الاستعمار الفرنسي يعني ديغول عرف بالمناورة مثل ما قال أحمد فرانسيس، كان ديغول يناور حتى أن بعض الشعوب قالت أن ديغول مد لكم يد المفاوضة ولكن رفضتم، يعني حتى ظهر أحمد فرانسيس الذي نقض هذه المقولة. نستكمل أيضا النقاش ونشرك معنا الأستاذ عبد الكريم خضري رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء المتواجد معنا عبر الهاتف. أستاذ خضري صباح الخير. صباح الخير، يومك طيب ومبارك وإلى كل المستمعين التلفزيون الجزائري. شكرا لك أستاذ خضري. الجزائر عانت كثيرا من ضيم الاستعمار إلى أن عرفت النصر يعني لاحقا إحياء لهذا العيد وأيضا ترسيخ لتضحيات الشعب الجزائري الذي قدم قوافل الشهداء والأرامل وما تلاه. اليوم على مستواكم كيف تبلغون رسالة الشهداء وكيف يمكن تمكين الشباب اليوم من احتضان ذاكرته الوطنية؟ دعيني في البداية أن أعرج قليلا على المناسبة، مناسبة عيد يوم النصر. هذا اليوم الذي يعتز ويفتخر به كل الجزائريين من خلال يعني تحقيق الدبلوماسية الجزائرية ونجاحها، وكذلك التماسك والتلاحم بين شباب الجزائر بين الحقبة الاستعمارية في تحقيق الانتصار وإجبار فرنسا على الجلوس إلى طاولة التفاوض. والنصر هذا جاء نتيجة قوة الدبلوماسية الجزائرية وكذلك قوة يعني الشباب يعني في الكفاح المسلح. هذا الانتصار الذي يعود علينا اليوم كشباب وكمنظمة تهتم بالجانب التاريخي لتبليغه إلى الجيل اللاحقة، نحن اليوم نلعب دور هام وهام جدا في المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء من أجل أن نستلهم العبر ونستلخص من بطولات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأحرار، وكذلك نغرس روح المواطنة الإيجابية وكذلك نحافظ على أمانة الشهداء، لأن الانتصارات الجزائر كانت عديدة ومتعددة ولا تحصى انطلاقا من المقاومات الشعبية إلى ثورة التحرير. وكذلك الشباب كان يعني قد حقق انتصارات وتجاوز أزمات بعد الاستقلال، واليوم الجزائر الشباب يثبت أيضا تحقيق الانتصارات من خلال الانتقال إلى جزائر جديدة. هذه الجزائر التي كنا نطمح لها نحن كشباب وطمح لها كل الشعب الجزائري وكان يطمح لها شهدائنا الأبرار. أستاذ خضري، هل لديكم نشاطات بالمناسبة؟ أكيد، المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة لها عديد من النشاطات، وفي هذه المناسبة نظمنا قبل يومين ندوة وطنية كانت تحت عنوان التضامن والتماسك الاجتماعي وآثاره في تحقيق الانتصارات في الجزائر المعاصرة. أردنا من خلال هذه الندوة التطرق إلى 3 محاور مهمة جدا، وهي الانتصارات التي حققها الشعب الجزائري الحقبة الاستعمارية، وكذلك الانتصارات وتجاوز الأزمات بعد الاستقلال، ومساهمة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في مرافقة شعبه في العديد من الأزمات ومساهمته وتضامنه وتماسكه مع وطنه كهيئة كمؤسسة دستورية. فأيضا الجيش الوطني الشعبي دور فعال في تسيير الأزمات
ومرافقة أستاذ خضري عبد الكريم. تبقى التحدي اليوم هو كيفية ضمان التواصل مع الشباب وتحسيسهم بأهمية الدخول في ميدان الذاكرة الوطنية. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة. أعود إليك دكتور يونسي لاستكمال الحديث. وصلنا إلى مرحلة المفاوضات إيفيان، ما أهمية هذه المفاوضات وما الذي تضمنته؟ شكرا سؤال وجيه. طبعا تحية لهذه الجمعية أو المؤسسة الذاكرة ولأهلنا بالمشتيلة. طبعا بالنسبة للمفاوضات يعني كانت يعني حاسمة أو نقطة يعني لا بد منها بعد تردد وتردد الطرفين، خاصة الطرف الفرنسي الذي قلنا كان يتهم الجزائريين بأنهم لا يريدون التواصل، حتى أدى مما أدى برئيس حتى يوغوسلافيا جوزيف بروز تيتو الاتصال بالجزائريين ويتساءل عن لماذا لا يتصلون بديغول. فأوضح له أحمد فرنسيس رحمه الله القضية أن الفرنسيين يتلاعبون أو يذرون الرماد في الأعين. نعم. وبالتالي هذه المفاوضات بدأت، قلنا اتصالات ثم محادثات ثم اتفاقيات، أو هي اتفاقية إيفيان الأولى والثانية، والتي يعني التي تخللتها عدة صعوبات، خاصة أن هناك اليد الحمراء أو ما يسمى الرواس المنظمة الإرهابية الفرنسية والمستوطنين المتطرفين خاصة الجناح اليميني الذين عارضوا هذه اللقاءات وعارضوا الخطاب الذي قدمه ديغول في 16 سبتمبر 1959 والذي قال أنه يقبل بتقرير المصير للجزائر، ولكن هذا القبول كان مشروطا بشروط يعني أضرت بالجزائريين كما سنرى في المفاوضات. نعم. ويعني خلال المفاوضات يعني كان الوفد الجزائري محنكا وحكيما في تسيير هذه المفاوضات. نعم. ورفضوا حتى الاقتراحات التي ترهن السيادة. نعم. الوطنية. ونتحدث بإعجاب عن وفخر عن حنكة هؤلاء. نعم. المفاوضين الذين يعني ساعدتهم في إبقاء الجزائر موحدة وسالمة. طبعا شكرا. هذا السؤال المفصل يعني جوهري، لأنه المفاوض الجزائري هنا يعني رغم بساطتهم رغم التكوين معظمهم كان التكوين بسيط، إلا أنهم أظهروا حنكة كبيرة، خاصة أنهم النقطة الأولى تمسكوا ببيان أول نوفمبر. نعم. بيان أول نوفمبر يدعو إلى 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 الحوار إلى الوحدة وكذلك المفاوضات. نعم. ولكن بشروط عدم التخلي عن الوحدة الوطنية ومبادئ الدين الإسلامي إلى آخره، ومصير المستوطنين كذلك مصير الجزائر كما قلنا الموحدة بصحرائها وبحرها. وبالتالي هؤلاء جاءوا من وسط من أبناء الشعب، هم كانوا في الماضي كانوا أعضاء في الكشافة الإسلامية مثل ما رأينا، وكانوا يعني كان قدوتهم هو محمد بوراس رحمه الله الملياني. نعم. الذي استشهد في 27/1941 من أجل هذا الوطن. كذلك قدوتهم أشبال الكشافة الإسلامية الذين استشهدوا بعد أحداث أو مجازر 845 في منطقة القبائل في منطقة جرجلة من فوج الهلال. قدوتهم الأمير عبد القادر الذي قاوم الاستعمار. قدوتهم الخليفة محمد بن علال. يعني لهم رصيد تاريخي قوي. لذلك دخلوا هذه المفاوضات بقوة وهم مطمئنين وهم متأكدين أنهم سيتغلبون على هذا المستعمر الغاشم الذي كان متعنتا ومراوغا كبيرا، خاصة الرئيس ديغول الذي كان يعني ثعلبا كبيرا مثل ما قال عنه أحمد فرنسيس للرئيس اليوغوسلافي. يعني الخطر الكبير هو في رئيس ديغول الذي كان ذكيا في حواره مع الصحف العالمية أو دبلوماسيا بارعا، وبالتالي صور الجزائريين هم الذين رفضوا المفاوضات، إلا أنه هو الذي كان يتلاعب بالمصطلحات إلى أن اضطر إلى القبول نهائيا من المفاوضات في بعد انقلاب أو محاولة انقلاب الجنرالات المعروفين في 21 أو في أبريل 1961، حينها يعني رضخ لمطالب الجزائريين، ولكن بقي إلى آخر يوم من المفاوضات يعني يترددوا، خاصة من مشكلة الصحراء ومشكلة المستوطنين الذين كانوا يريدون البقاء إنشاء دولة داخل دولة، وكذلك الحصول على جنسيات مزدوجة. وبالتالي الفرنسيين أرادوا البقاء، الفرنسيين وجزائريين، وبالتالي هذا ما رفضته جبهة التحرير الوطني. نعم. من بيان أول منبر والصومم إلى آخره، أنه من يريد العيش في الجزائر يعيش بجنسية يعني جزائرية واحدة، يختار الجنسية الجزائرية مدة 3 سنوات يعني. نعم. الاختيار مع أن يستطيع أن يعيش كمزائر أو كأوروبي أو مقيم إلى آخره، معاملة حقوقه. نعم. كأجنبي له حقوق. نعم. على الدولة الجزائرية. دكتور يونسي، نتحدث الآن عن الأهمية يعني أهمية الخطاب الذي ألقاه آنذاك رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بن يوسف بن خدة إلى الشعب وما تضمنه.
طبعا خطاب كان قويا جدا وكان معبرا، رغم بساطة اللغة الصيدلي هذا اسمه يوسف خدة رحمه الله، والذي تساءل جوكس الممثل الفرنسيين قال لسعد دحلب كيف أنكم وضعتم على كل رئاسة حكومة صيدلي، وبالتالي رئيس الحكومة الأول رفعت عباس كان صيدلي، ورئيس الحكومة الثاني كان صيدلي، إلا أن سعد دحلب كان قويا، قال الصيدلي هو الذي يفهم لغة التلاعب والمراوغة التي يستعملها ديغور في كلمته، يعني يفهم الأوردونونس أو الرشدة كما يقول. وبالتالي جاء هذا الخطاب يعني كبلسم على قلوب الشعب الجزائري، جاء صرح نهائيا أن الجزائريين اتفقوا مع الطرف الآخر الفرنسي أو المستعمر على أن تكون يوم الخميس أو يكون يوم الخميس 19 مارس على الساعة 12 هو وقف إطلاق النار، وبالتالي عيد النصر. ولكنهم الجزائريين رغم أنهم احتفلوا احتفالا كبيرا هذا اليوم، لكنهم أرادوا الإبقاء على 5 جويلية، انتظار إلى 5 جويلية كرمزية لاستسلام الجزائر، ذاكرة استسلام الجزائر 1830. بارك الله فيك دكتور يونسي. على ذكر الشعب الجزائري الذي يعني نستذكر وإياه، كيف عايش حيثيات هذه المفاوضات وكيف استقبل الشعب الجزائري خصوصا الثوار وقف إطلاق النار، وكيف تم تطبيقه على الأرض؟ طبعا هنا يعني المشهد رائع جدا، هنا يعني هناك من لم يصدق هذا الحدث من طرفين، طرف الفرنسي، هناك من قيل بعض المصادر تقول ان هناك منهم من جن يعني انه سيخرج من الجزائر، لانه يعني الجزائر كانت بالنسبه لفرنسا جوهره، وحتى الجزائريين لم يصدقوا انهم سيستقل، بعض الناس يعني ما صدقوش ان هناك استقلال بعد 132 سنه من العناء والاستعمار، ويعني هنا تعود الينا الذاكره، ذاكره اولئك الذين استشهدوا في بدايه الاحتلال في مسجد كتشاوة، 4000 جزائري للدفاع عن المسجد، رمزيه الامه، كذلك اولئك الذين استشهدوا في معركه في مجزره العوفيه، يعني هنا الانسان يتفكر العوفيه في قرب الحراش الذي قتلهم عن بكره ابيهم الارهابي رفيقو او دي رفيقو، وقطع اذانهم وقطع ايديهم من المعاصم وباعها في سوق باب عزون، كذلك هنا تذكروا ضحايا او شهداء المحرقات، محرقة الصبحة بشلف ومحرقة الزهرة قرب مستغانم او محرقة الفراشيش او ولاد رياح، يعني تذكر العشرات او المئات او الملايين من الجزائريين الشهداء يعني الذين استشهدوا، اضافة الى مليون و500 شهيد خلال الثورة التحريرية، ناهيك عن المفقودين الذين يعدون بالالاف، ولحد الان لم تسلمنا فرنسا ارشيفهم لانهم يعتبرون عار بالنسبه لفرنسا هؤلاء المخطوفين. نعم. دكتور تونسي، نتحدث عن كيفيه تطبيق وقف اطلاق النار خصوصا بالنسبه للثوار، يعني نتحدث عن الانضباط والالتزام باوامر جبهه التحرير انذاك. نعم. طبعا تصريح يوسف خدة رحمه الله كان عباره عن امر يعني لكل المجندين في الجبال او في حتى الفدائيين حتى المسبرين او جماعه الاتصال الى اخره، وبالتالي هنا يعني ابدا الجزائري او الفدائي المجاهد الى اخره، اباؤنا ابدوا تنظيما محكما، والدليل على قوه الثوره طبعا بجبهتها وجيشها في هذه الفتره العصيبة، رغم أن هناك صعوبات استقلال، صعوبات تكفل بالأرامل، لأنهم يعني أوقفوا القتال، أوقفوا القتال رغم بعض المخالفات البسيطة، ولكن عموما وقف القتال الذي جاء بعد كذلك رسالة من ديغور إلى عبد الرحمن فارس في منطقة روشنوار في منطقة بومرداس، وبالتالي هذه كلها هذه الحيثيات أدت إلى توقيف إطلاق النار في ذلك اليوم التاريخي عيد النصر، وما أدرك ما عيد النصر. نعم. نعم، شكرا لك دكتور عبد الرحمن تونسي، أستاذ تاريخ المعاصر من جامعة جلالي بن عامة خميس مليانة. نعم. على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات القيمة. شكرا لكم على حسن الاستقبال والضيافة. شكرا لك. مشاهدينا الأفاضل، إلى غرفة الأخبار وموجز بأهم الأنباء من هناك. موجز لأهم الأخبار من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم.
المسهل بالذاكرة التاريخية، حيث تحيى الجزائر اليوم الذكرى 59 لعيد النصر الموافق للتاسع عشر مارس 1962، الذي توج نضالا عسكريا ودبلوماسيا عسيرا انتهى باتفاق وقف إطلاق النار. تاريخ كان بمثابة نقطة انطلاق عهد جديد يتعلق بتقرير مصير شعب قدم تضحيات جسام من أجل فرض إرادته والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية على كامل التراب الجزائري، حيث تم إقرار وقف إطلاق النار في هذا التاريخ في أعقاب التوقيع على اتفاقيات إيفيان من طرف ممثلي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وممثلي الحكومة الفرنسية. هذا وتشهد اليوم مختلف مناطق الوطن تظاهرات مخلدة ونشاطات تعكس رمزية المناسبة، فيما احتضنت أمس ولاية تلمسان فعاليات الاحتفالات الرسمية بعيد النصر ببرنامج ثري يبرز أهمية هذه المحطة التاريخية في ثورة التحرير والاستقلال، وذلك بإشراف الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق العيد أربيقة. متابعة لمستجدات الهزة الأرضية التي ضربت أمس ولاية بجاية وعملية التكفل بالمتضررين، نربط الاتصال على المباشر بالزميل خليل تواتي المتواجد بالولاية. خليل، ما هي أهم المعطيات لديك بخصوص الوضع بالمناطق المتضررة، وماذا عن تواصل عمليات التكفل بالعائلات والسكنات المتضررة؟ صباح الخير زميلي صهيب، صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذن الجهود ما زالت متواصلة للتكفل بالمتضررين جراء الهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية والتي بلغت درجتها 5.9 على سلم ريشتر. هذه الجهود يعني كانت بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية والمديريات من القطاعات المعنية. يجدر الإشارة إلى أنه من بين المصالح التقنية التي كانت حاضرة هي الممثلين عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC. لمزيد من التفاصيل يحضر معي السيد المدير العام السيد أقاسي بومدين، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC. أهلا بك سيدي. كلمة حول يعني إحصائيات أعداد البنايات اللي تم إحصائها. شكرا. بالفعل منذ وقوع هذه الهزة قامت هيئة CTC بنشر أكثر من 35 فرقة، وكل فرقة تتكون من مهندسين للمعاينة الأضرار التي وقعت على مستوى هذه الولاية. وبالفعل بعد العملية اليوم أمس عملية المعاينة قمنا بإحصاء أكثر من 300 مرفق عمومي وبنايات خاصة وجماعية التي كانت الأضرار متفاوتة. يعني تم تصنيف هذه البنايات في نعم. الحمراء وفي الحمد لله ما كانش كان عندنا بنايات اللي كانت في الخانة الحمراء، ما عدا بعض البنايات الفردية التي هي بالحقيقة هي بنايات قديمة وبنايات هشة، لكن كل ما يخص مثلا البنايات الجماعية والبنايات والمرافق العمومية كانت مثلا البنايات التعليم أو المرافق أخرى، فكانت على العموم أضرار متفاوتة بين الخانة الخضراء والبرتقالي، ما يعني أنها هي أضرار خفيفة وطفيفة. الحمد لله. الحمد لله. نعم. إذن زميلي صهيب، تجدر الإشارة أنه تم تسجيل عدة هزات ارتدادية هنا بولاية بجاية، ولكنها لم تكن يعني بشدة مثل الزلزال الأول. لمسنا أيضا بداية عودة الحياة إلى طبيعتها، خصوصا مع الانتشار المكثف لوحدات الحماية المدنية، أين تم تسخير أزيد من 630 عون حماية مدنية عبر كل النقاط التي
التي عرفت تضررا خصوصا على مستوى المدينة القديمة بولاية بجاية. هذا ما لدينا زميلي سعيد. الزميل خليل تواتي حدثنا مباشرة من مقر لجنة متابعة التكفل بالمتضررين جراء زلزال بجاية. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وشكرا لك ولضيفك الكريم. لدى نزوله أمس ضيفا على نشرة الثامنة فند المدير العام لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء يلس شاوش عبد الكريم فند إشاعات متداولة حول إمكانية حدوث تسونامي أو هزات أخرى أعنف. أنا ننفي تماما هذه الإشاعات حول تسونامي، لأن باش يكون حدوث تسونامي لازم قوة الزلزال أو الهزة تكون كبيرة جدا، نكونوا على يعني مثلا هزة بقوة 7 أو 6.8، ولكن الزلازل من هذا الحجم 5.9 ما يديوش إلى تسونامي يعني تماما. يعني هذا الهزة يعني ثانيا يعني مدت يعني سبت طاقة كبيرة بجميع الهزات اللي صراو حثوا من البارحة بشدة يعني 5.9، وبعد تلتها بعض الهزات الارتدادية، وهذا سرب حجم كبير تقريبا 80% أو 90% تاع القوة، ولهذا ما بقي هي بعض الهزات الارتدادية. دوليا أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مساء أمس استعدادها الدخول في سلام دائم ونهائي مع المملكة المغربية شريطة الاحترام المطلق لمقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقاضي باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. وأفاد بيان وزارة الخارجية الصحراوية أن الحل النهائي والدائم للنزاع القائم هو بالفعل ما أقرته الفقرة الثالثة من قرار مجلس السلم والأمن الإفريقيين، والتي تؤكد على ضرورة تطبيق واحترام مقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع الاتحاد الإفريقي وهيئاته للوصول إلى إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع، وذلك في رد فعل على بيان مجلس السلم والأمن الإفريقية الذي صدر حول قضية الصحراء الغربية أمس الخميس، والذي طالب طرفي النزاع بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار. في ملف العلاقات الأمريكية الصينية، اتهم كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الصين في لقاء الحوار الأمريكي الصيني الذي جمعه أمس بنظيره وانغ يي في ألاسكا، اتهم الصين بكونها باتت تهدد القواعد التي تضبط الاستقرار في العالم من خلال الهجمات الإلكترونية ضد بلاده والضغط الاقتصادي الذي تمارسه. من جهته رد مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني الذي حضر اللقاء أن بيجين ستعمل على فرض إجراءات حازمة ضد ما وصفه بالتدخلات الأمريكية، داعيا واشنطن إلى التخلي عن ذهنية الحرب الباردة على حد تعبيرها. أخيرا وعن جديد وباء كورونا عبر العالم، من المقرر أن تقدم اليوم لجنة الخبراء المعنية بسلامة اللقاحات لمنظمة الصحة العالمية تقريرا عن نتائج تحقيقاتها بشأن لقاح أسترازينيكا بعد إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية على أن اللقاح آمن وفعال للحماية من كوفيد-19. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وصول بلاده حلول اليوم الجمعة إلى 100 مليون شخص ملقح. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله.
من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك من أجلك الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا، والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أجلك. يا من أجلك يا وطني. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل، نستكمل وإياكم فقرات برنامج هذا الصباح لهذا الجمعة، ونتحدث الآن عن أهمية الخطاب الديني الجامع والمتحضر في تعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ عليها من الشبهات والإشاعات والأراجيف، وكذا أهمية ترسيخ القيم الوطنية في الأجيال الناشئة. ضيف الصباح والمزيد بعد الفاصل. أسعد وإياكم مشاهدينا الأفاضل باستقبال الأستاذ مسعود مياد، إطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أستاذ مياد صباح الخير، وشكرا لك على تلبية الدعوة. تحية لك يا أختي عفاف، تحية لكل المشاهدين، وصباح الخير لكم أجمعين إن شاء الله. أهلا بك أستاذ مياد. بداية كلمة لك بمناسبة الذكرى 59 لعيد النصر، وكيف كان أو ساعد الخطاب الديني آنذاك على الشعب على التفافه حول قضيته العادلة؟ نعم، أولا نشكركم على هذه الدعوة الكريمة، هذه الدعوة المباركة في هذا اليوم الأغر، يعني صباحة هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. حقيقة يوم 19 من مارس هو نستطيع أن نقول هو أنه يوم من أيام الله، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كيف يكون هذا اليوم يوم من أيام الله؟ لأنه في هذا اليوم انتصر الحق على الباطل، وانتصر المظلوم على الظالم، وانتصر الطغيان والعدوان على العدل وعلى الرحمة، وانتصر الهلال على الصليب إن صح التعبير. وبطبيعة الحال هذا الانتصار لم يكن هكذا اعتباطا، وإنما كان بجهود عظيمة وبثمن غالي دفعه الكل، كل الشعب الجزائري على اختلاف شرائحه وعلى اختلاف مناطقه وعلى اختلاف جهاته، الكل شارك وساهم في صناعة هذا النصر وهذا الانتصار العظيم الذي كما ذكرت لم يأتي هكذا اعتباطا، وإنما جاء بعد مقاومة وبعد مجاهدة دامت أكثر من قرن وثلاثين سنة. لم يكن أحد يتصور بأن هذا المستعمر الغاشم سوف يخرج من هذه البلد بعد أن جثم عليها طيلة هذه المدة، ولكن لأن الإرادة إرادة قوية، ولأن الدافع دافع ديني ودافع وطني، جعل هذا الشعب ينتفض من لا شيء ضد هذا المستعمر ويحقق ذلك النصر الموعود الذي حق له وحق لنا وحق للأمة الإسلامية كلها أن تفخر به وأن تبتهج به. بطبيعة الحال مرتكز هذه الثورة التي نجني الآن ثمارها وننعم في خيراتها، مرتكزه هو ذلك البعد الروحي الذي انبثق في شعبنا من خلال تلك الصلة الوثيقة بكتاب الله عز وجل، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالموروث الديني الذي تركه علماؤنا، بالدور البارز الذي قامت به جمعية العلماء عبد الحميد المباديس والبشير الإبراهيمي في، والذي قامت به الزوايا كذلك في مختلف الجهات وفي مختلف المناطق، والتي بثت تلك الروح الدينية والروح الإسلامية، بثتها في الشعب الجزائري وفي الثورة. الاستشهاد، نعم، روح الاستشهاد، نعم. لذلك احنا
الذي كان يعني يحمل السلاح يسمى مجاهد، والذي يموت يسمى شهيد، والذي يقتل يسمى أو الذي يموت يسمى شهيد، والذي يسبل نفسه يسمى مسبل. وكانت التكبيرات هي التي يعلن بها عن تلك الانتصارات، والشهداء يستقبلون بالزغاريد، فهي ثورة إذن مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا الدين، مرتكز ارتكازا أساسيا عليه، وما أحوجنا إلى أن نستثمر هذا هذا البعد الديني كما استثمرناه في تحقيق انتصار على هذا المستعمر الغاشم، ما أحوجنا إلى أن نستثمره في التصدي لأي عدوان، في مواجهة أي تكالب على مجتمعنا وعلى أمتنا، لأنه نعتقد بأنه هو الضامن حقيقة الذي يجعل الشعب يلتف مع بعضه البعض، يتوحد مع بعضه البعض. قد نختلف في أمور سياسية، قد نختلف في كثير من الأمور، ولكن يوحدنا الوطن وكلمة الوطن. نعم، الدين والوطن هما من يوحدانا من أجل أي قضية من القضايا. أستاذ مياد، النصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيدينا، والحمد لله كما قلت لابد علينا أن نستثمر في كل ذلك. يتميز الخطاب الديني بالتجديد، يعني لأنه ضمن إطار عقيدة الإسلام يرتبط مضمونه دائما بما يحتاجه المسلمون. فما هي قوة تأثير هذا الخطاب في الناس؟ نعم، جزاك الله كل خير. هو من خصائص هذا الخطاب أنه أقوى تأثير من أي خطاب آخر، باعتبار أنه يخاطب الفطرة، باعتبار أنه يخاطب العقل، باعتبار أنه يخاطب العاطفة الدينية التي هي موجودة في نفسي وفي وجداني كل إنسان. عندما تخاطب الإنسان بما قاله الله عز وجل في القرآن وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، لا يجادلك، يقتنع بمجرد أنك ترجع إلى الكتاب وترجع إلى السنة النبوية، فهذه هي قوة تأثيرها. يعني بدل الرجوع إلى أي مصدر آخر، إلى أي شخصية أخرى، إلى أي زعيم آخر، عندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القرآن الكريم الذي هو خاتم الكتب، عندما نرجع إليها في التدليل لما نريد أن نقوله، فهذا ينفذ مباشرة إلى قلب كل مستمعين وإلى ذهنه وإلى عقله وإلى وجدانه، ونجعله يستشعر ذلك البعد الروحي. فهذه هي سر قوة الخطاب الديني في التأثير على غرار الخطابات الأخرى الموجودة والمتنوعة والمتعددة. على ذكر الخطاب الديني يا أستاذ مياد، يعني هو يعني رسالة ذات مضمون فكري ديني واجتماعي، وله أخلاقيات وسمات لابد أن تتوفر فيه حتى تساهم في الحفاظ على اللحمة الوطنية، الخطاب الجامع المتحذر المعتدل. نعم، جزاك الله كل خير. هذا لأننا قلنا بأن الخطاب الديني مرتكزه القرآن والسنة النبوية، فعندما ننظر في هذه الخصائص نجد بأنه خطاب يدعو إلى الوحدة، يجمع ولا يفرق، نجد بأنه خطاب يبعث الأمل ولا ييأس الناس، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، نجد بأنه خطاب يطمئن ولا يخوف الناس، ولا يفزع الناس، نجد بأنه خطاب يبني ولا يهدم، نجد بأنه خطاب يدعو إلى التعاون على الخير وبدل التعاون على الشر. فكل هذه المعاني نجدها في الخطاب الديني الذي حقيقة ينبغي أن نستثمره في كما ذكرت سابقا في أي مرحلة من المراحل التي نمر بها. فما أحوجنا إلى أن نستند في كلامنا مع غيرنا إلى القرآن والسنة، من أجل أن نجتمع الناس، من أجل أن نتعاون، من أجل أن نزيل بعض الشبهات، أن نزيل بعض الإشارات التي يريد البعض أن يؤيس بها الناس، الذي يريد أن يفزع بها الناس، أن يخوف بها الناس، أن يعسر بها على الناس، أن يشكك بها الناس. فعندما نرجع في تفنيد كل هذا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، أكيد أنه سوف يكون له أثر. من خصائص هذا الخطاب أختي عفاف أنه خطاب واقعي، هو ليس لا يعيش في المثاليات، هو واقعي ينطلق من الواقع ليعالج قضاياه، لا يعيش في الماضي ولا يعيش في الأحلام، لا، هو يعيش على الأرض، يعالج كل مشكلة في وقتها وبالأساليب المتاحة في ذلك الوقت. عندما نأتي إلى خطابنا الديني في هذا الوقت، هو يرتكز الخطاب الديني الناجح والمتحضر، هو يرتكز أساسا من تحديات واقعنا. صحيح، عندنا تحديات داخلية، تحديات خارجية، تحديات فردية، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية على جميع الأصعدة.
الخطاب الديني الناجح هو الذي يحاول أن يوجد أجوبة لهذه، أن يحلحل بعض الإشكالات المطروحة في أي قضية من هذه القضايا، مستندا في ذلك إلى موروثنا الديني، إلى علمائنا، إلى سادتنا، إلى مشايخنا، إلى مفكرينا وما أكثرهم، من أجل أن نستبصر مشكلات واقعنا ونوجد لها حلولا بإذن الله. أستاذ مياد، في ظل وجود تهديدات لهذه الأمة وتكالب ومحاولة ضرب الاستقرار والوحدة الوطنية، الأطراف الفاعلة التي يستند عليها أو التي تساعد في إنجاح رسالة الخطاب الديني الجامع الموحد المطمئن كما قلت، هم أكيد السادة الأئمة والمشايخ، أيضا دور المسجد وأيضا دور الإعلام، نفصل في كل فيها منها على حدة. الخير هو المرتكز الأساسي في توجيه هذا الخطاب الديني هو العلماء والأئمة والدعاة الذين كان وما زال وسيبقى لهم دور كبير جدا في إخماد أي فتنة، في توجيه الناس، في تبصير الناس. من ذلك أحد العلماء يقول: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الذي يستدرك أو الذي يستشعر المخاطر ويستشعر المهددات، نجد هؤلاء العلماء من بين أهم من يستشعرونها فيحذر الناس منها ويوجهونهم في كيفية التعامل معها. فعندما نتكلم عن العلماء ونتكلم عن الدعاة ونتكلم عن المشايخ ونتكلم عن من يملكون هذا الخطاب من حفظة القرآن الكريم، من حفظة الأحاديث النبوية، من شيوخ الزوايا، من غيرها من الناس، هؤلاء هم منبع هذا الخطاب الديني الذي قد يكون على منبر المسجدي من خلال الخطاب المسجدي، قد يكون من خلال الشاشة كخطاب ديني إعلامي، قد يكون من خلال بعض وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة التي يطل من خلالها هؤلاء العلماء والسادة على شريحة أخرى من شرائح المجتمع، قد يكون من خلال تلك الكتب، تلك التآليف، تلك المقالات، تلك الكتابات التي يكتبها هؤلاء العلماء. فكل هذا هو خطاب ديني يتصدى له هؤلاء المفكرون، الأئمة، العلماء، الدعاة، أهل الفكر، أهل الذكر، يتصدون لكل هذه الإشكالات من خلال هذه الوسائل، سواء كانت مسجدا، سواء كانت شاشة تلفاز، سواء كانت موقع تواصل اجتماعي، سواء كان كتابا، سواء كانت صحيفة، أو أي شأن من أو أي وسيلة من هذه الوسائل التي ندرك بأنها ضرورية وينبغي أن نستغلها كلها. ما ينبغي ولا يجوز أن يبقى الخطاب الديني مقتصرا ومحصورا على منبر المسجد وفقط، وإنما يخرج خارج أسوار المسجد. وهذا الذي وجهت إليه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ودعت السادة الأئمة إلى ضرورة الاستعانة واستغلال واستخدام كل وسائط التواصل الاجتماعي من أجل إيصال صوت العقل، من أجل إيصال صوت الوسطية والاعتدال، من أجل تنوير الناس، من أجل التحذير من الفتن، من أجل رد الشبهات، من أجل القضاء على الإشاعات، ومن غيرها من ما يهدد بلدنا ويهدد لحمتنا واستقرارنا وأمننا. السادة الأئمة هم مدعوون أيضا إلى تجنيد أنفسهم كما ذكرت أستاذ مياد، يعني حتى في سياق تطهير النفوس وعزل الأفكار الكراهية والعنف. ما أهمية المرجعية الدينية في مكافحة جميع هذه الأخطار التي تهدد الوطن وإنجاح مسار أو تعزيز اللحمة الوطنية؟ نعم، جزاك الله كل خير. المرجعية الدينية هي من أهم الأمور التي نرتكز عليها في خطابنا الديني، لأنه لكل بلد مرجعيته الدينية، لكل بلد مشايخه، تاريخه الديني، علماؤه، فقهه، عقيدته التي يأخذ منها. فعندما لا نرجع إلى مرجع واحد من شأنه أن يجعل أصحاب الخطاب الديني الواحد مختلفين، يتشتتون ويختلفون، وهذا يفرق الجهود. ونجد أصحاب الخطاب الديني الواحد ربما يرد بعضهم على بعض وينسون بأن المجتمع هو بحاجة إليهم، ينبغي أن يتوحدوا من أجل أن ينقذوه. من ها هنا تكمن أهمية الارتكاز على المرجعية الدينية الجامعة والشاملة التي ورثناها عن الآباء وورثناها عن الأسلاف، حتى تتوحد جهود القائمين على الخطاب الديني، حتى يكون المرجع الذي يستند إليه من يتصدى للخطاب الديني مرجعا واحدا مستندا واحدا، مشايخا معروفين ومحددين. وحتى كذلك ننطلق
في علاج قضايانا من واقعنا لا من واقع غيرنا. ننطلق من واقعنا لا من لا نأتي بإشكالات تعيشها أمم أخرى أو بلدان أخرى لنحاول أن نعالجها في بلدنا وهي غير موجودة عندنا. المرجعية الدينية تقتضي منا أن نعالج مشاكلنا انطلاقا من ما هو موجود عندنا من تراث، من علماء، من رصيد زاخر جدا أحيانا قد يستعين به غيرنا وما أحوجهم إلى أن يستعينوا به، خاصة بعد المعارك الضارية على جميع الأصعدة التي خضناها مع المستعمر الغاشمي من أجل الحفاظ على هذه الهوية، الحفاظ على هذه القيم، الحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره. والخطاب الديني الجزائري معروف عنه اعتداله ووسطه، وما يجعل يعني الآخرين خارج يعني خارج الحدود يثقون فيه ولديهم مصداقية كبيرة. نعم، جزاك الله كل خير، لأنه بالخطاب الديني اجتزنا أزمات صحيح. ربما عصفت بدول ولم أخرى. تقل لها قائمة إلى حد الآن. بالخطاب الديني المعتدل، بالخطاب الديني الموزون، استطعنا أن نتخلص من مستعمر غاشم، ولعل الكلام في هذا يطول جدا. بالخطاب الديني المعتدل استطعنا كذلك أن تخرج الجزائر من عشرية سوداء كادت أن تعصف بمستقبل هذا البلد، ولكن عندما رجعنا إلى صوت العقل، عندما رجعنا إلى الخطاب الديني المعتدل، كان له دور كبير في إطفاء نار الفتنة، في التحام الشعب، ولعل المصالحة الوطنية التي من بين من ساهم لنشرها هو الخطاب الديني الذي كان يدعو إلى التسامح، يدعو إلى العفو، يدعو إلى طي صفحة الماضي، يدعو إلى حقن الدماء، يدعو إلى وكل هذا إنما هو حقيقة مستنده مرجعيتنا، مستنده القرآن الكريم، مستنده السنة النبوية المطهرة. أستاذ مياد، أهمية الوحدة الوطنية حتى تنجح ورشات البناء ويعني خلال الاستحقاقات المقبلة في الجزائر. الوحدة الوطنية ضرورية ومهمة في أي أمر يقدم عليه بلدنا وتقدم عليه أمتنا. لا يمكننا أن نحقق نصرا، لا يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام في أي مجال من المجالات، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية أو أي خطوة من الخطوات، إلا إذا كنا مجتمعين، إلا إذا كنا موحدين، إلا إذا كنا متعاونين. إذا ما أردنا أن نفشل في أي خطوة فعلينا أن ننشغل بأنفسنا وأن نفترق من أجل ذلك. كان تركيز المناوئين، تركيز المتربصين بنا دائما على التشتيت، فرق تسد، على نشر الخلاف، على نشر الفتنة، على التفرقة، وهذا هو مرتكزهم من أيام المستعمر الغاشم ومن قبل المستعمر الغاشم إلى يوم الناس هذا. فإذا كان هؤلاء المناوئون وهؤلاء المترصدون يعملون جاهدين على تفرقتنا وعلى تشتيتنا وعلى إثارة النعرات القبلية والنعرات الجهوية وأحيانا النعرات التاريخية، فإنهم يدركون خطورة اجتماعنا، لأننا إذا اجتمعنا وإذا توحدنا ووضعنا اليد في اليد وصفت قلوبنا على بعضنا البعض، إننا سوف نصنع المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر حدث خلاف بين الصحابة في قضية الغنائم، فكان يراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسقسيوه: يا رسول الله وش نديروا وشوف وش راهو صرا. فأنزل الله عز وجل القرآن ليس من أجل أن يبين فلان عنده ولا فلان ما عندوش. أول حاجة أنزلها الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أول آية، ثم بعد أكثر من 40 آية يبدأ يفصل لهم شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عندهش حق، لأنه أهم قضية هي الوحدة، أهم قضية هو الاجتماع، لأن بغير الاجتماع، بغير الوحدة، هذه المغانم ربما التي يتنافس فيها الناس سوف تضيع أصلاً، لا أنت ولا أنا. وتعطلنا حتى. نعم، وتعطلنا وتجعل الخسائر التي سوف نجنيها من وراء اختلافنا أضعاف 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 ما سوف نخسره من غنائم ربما اختلفنا من أجلها واختلفنا بسببها. فالوحدة هو الأساس. من ذلك الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولعل هذا الخطاب وهذه الآيات الكريمة ما ينبغي أن تبقى آيات هكذا، وإنما ينبغي أن ننزل بها إلى الواقع قبل أن نطبقها على المجتمع، نطبقها
على في الأسرة الواحدة، نطبقها الجار مع الجار، الصديق مع الصديق، الشركاء في العمل. بهذا يبنى المجتمع، عندما يسود فينا التعاون ويسود فينا الحب ويسود فينا التماس الأعذار ويسود فينا حسن الظن ببعضنا البعض، يسود فينا عدم التفتيش عن النيات وعدم اتهام الناس بالباطل وعدم الترويج للإشاعات وعدم الترويج للأباطيل، فنتخلى عن هذه السلوكات عندما ينغرس فينا التثبت من المعلومة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، عندما ينغرس فينا بأن الإنسان يكون عنده مبدأ مش كل حاجة يسمحها يتكلم بها، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل هذه المعاني حقيقة من شأننا إذا ما طبقناها أن نحقق وحدة من شأنها أن تخطو بالجزائر إلى مستقبل واعد إن شاء الله. أستاذ مياد، في الأخير دعوة إلى التحلي باليقظة والتركيز على الخطابات التي تجمع وتلم الشمل ولا تفرق، حرصا على بناء الوطن وكذلك على الأجيال القادمة. نعم، نقول أن الكلمة أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة يتلفظ بها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، ورب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات عاليات. لكل من له قدرة على أن يوصل كلمة، أن سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، فليحرص على أن تكون كلمته كلمة جامعة، كلمة موحدة، كلمة داعية للخير، كلمة داعية للتعاون، لا أن تكون نقيض كل ذلك، فإن الله عز وجل سوف يسألنا عن كل كلمة ربما ساهمت في نشر عداوة أو فرقة أو اختلاف أو اقتتال أو تنازع، وإثمها عظيم عند الله عز وجل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شكرا جزيلا لك أستاذ مسعود مياد، إطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على كرم الحضور وعلى هذه التوضيحات القيمة. مشاهدينا الأفاضل، إلى هذا الروبورتاج الذي أعده الزميل هشام سعدودي حول ذكرى 19 مارس، تاريخ استكمال شعلة نوفمبر وقبلة للثورات الشعبية. منتصر متواضع ومبتسم، ومنهزم متعجرف يضمر غيظا وكيدا، مشاهد وشواهد أمامكم ما بين العمل المسلح والآخر الدبلوماسي المنبثق. عن بيان أول نوفمبر، الجبهة كانت تؤمن بأن كل ذلك سيتوج لا محالة بمفاوضات مع العدو. بعد تدويل القضية الجزائرية وبداية اللقاءات السرية واستلام ديغول السلطة هناك، تسارعت الأحداث وصولا إلى تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في 19 من ديسمبر 1958، رد عليه الجنرال بتصعيد ثم يأس بعد قرار الاستفتاء. لقاءات مولا في جوان 60 كانت الإرهاصات، وجبهة التحرير أصبحت الآن أقوى دبلوماسيا. في تاريخ 20 ماي 61 بدأت مفاوضات إفيانا الأولى، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض الطرف الجزائري للمقترحات فصل الصحراء وعائدات المحروقات. البساط الأخضر لم يخف الجزائريين أبداً، وظهورهم الإعلامي كان قوياً. في فيينا الثانية وبعد جرائم منظمة الجيش الفرنسي السرية، بدأت ملامح النصر تتجلى بتاريخ 19 من مارس 62. هذا التاريخ هو اكتمال لتوهج شعلة نوفمبر، الذي يعد خاتمة لملاحم المقاومة الشعبية التي لم تنقطع طيلة 132 سنة بقوافل من الشهداء. وعودة جماجم البعض منهم شاهد آخر على ذلك الانتصار، كان ذلك تقليبا جميلا لأوراق الذاكرة. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل، لنتحدث الآن عن موضوع آخر. مؤسسة ناشئة في صناعة الصابون الطبيعي وكذا منشآت أو منتجات أخرى كلها من الطبيعة، لا سيما مع في ظل تنامي الاهتمام بكل ما هو صحي وآمن بعد جائحة كورونا أو في ظل جائحة كورونا. ضيف الصباح بعد الفاصل. أرحب وإياكم مشاهدينا الأفاضل بالسيدة زهية خوجة، صاحبة مؤسسة ناشئة. سيدة خوجة، صباح سعيد. صباح. وشكرا لك على تلبية الدعوة. صباح النور، نشكركم على الدعوة.
أهلا بك. نتعرف وإياك بداية عن هذه المؤسسة، كيف جاءت فكرة تجسيدها إلى غاية اليوم، وفي ماذا تتخصص؟ أنا اتخذت صابون طبيعي بزيت الزيتون كمهنة لي، لأني حبيت يعني أعمل للصحة، أعمل للصحة. ثم لازم نكون باش نعمل بطريقة قانونية، تقدمت لغرفة الصناعة التقليدية ودرت بطاقة حرفية. نعم. ثم لما درت بطاقة حرفية رحت درت قرض مصغر، لأن مواد تجميل يعني فيها مواد أولية. نذكر أنك ماكثة بالبيت، يعني ماكثة في البيت. ومن بعد كي لما خدمت يعني كي شديت بديت مواد أولية خدمت، ومن بعد قدمتهم للوكالة تاع لونجان، استفدت بقرض مصغر. نعم. بديت نخدم يعني من بعد كي خدمت وبان المنتوج تاعي يعني نتيجة تاعو، شافوا المنتوج تاعي مليح زادوا دعموني بمحل. ثم بديت يعني نشاطات نخدم، ومن بعد ثم يعني جات الكورونا، جائحة كورونا، اتخذتها فرصة ليا باش جيت دخلت في ميدان التجميل كالكريمات واستخراج زيوت طبيعية. ثم بديت كاين ثاني تقطير ماء مقطر بالورود وبالأعشاب العطرية. نبدأ معك يعني عنصر بعنصر، الصابون الطبيعي الذي تتخصصين فيه، يعني كيف تتم صناعته؟ ما هي المواد التي تدخل في هذه الصناعة؟ مواد كأول مادة أولية زيت الزيتون، وبعدها زيت جوز الهند، ومن بعد باش المادة اللي تخليه يتصبن هي الملح الصودا، يعني ندير قبل الملح الصودا مع مقطر. نعم. ونضيف نخليه 12 ساعة قبل ما نبدا، لانه هذا الصابون ينتج على بارد، يعني على طريقة باردة. انا يعني خيرت صابون بارد لانه ما زيت الزيتون تفقد الفائدة تاعها، تفقد الفائدة تاعها كي تكون على طيبة وكامل. ومن بعد ثم اللي كي نخليه 12 ساعة باش يكون مندمج يعني الحرارة تاع الهيدروكسي صوديوم مع الزيت. نعم. ثم كي خلاص 12 ساعة نخدم نفوت زيت الزيتون بيان سور جوز الهند، ومن بعد معهم هيدروكسيد الصوديوم اللي هو اللي يخليهم يتصبنوا. يتجمد يتجمد ومن بعد تجمد 24 ساعة بعد. لما نديرو في القوالب يخليه 24 ساعة، ومن بعد لما نحيه من هذوك القوالب نخليه حتى 40 يوم باش يخرج منه يعني هذيك المواد بيأش هذيك كامل. بعد كي يوجد 40 يوم ثم نديرو في هل فيها انواع سيدة خوجة في هذا الصابون؟ نعم فيها انواع، فيها انواع، هي القاعده زيت الزيتون كما قلت لك، لكن فيها اضافيه يعني مكونات اضافيه، منها العسل الحر، منها الكبريت، نعم، منها القطران، منها الودعه، منها الطين، طين الصفراء والخضراء وكامل، ومنها الشب معروف. نعم. يعني للبشرة، حتى يعني الشوفان، بزاف حوايج طبيعية كلها طبيعية. من الطبيعة، كلها طبيعة يعني من الطبيعة. يعني شنو كل واحد ولمن خصصته لبشرة معينة، كاين اللي بشرة حساسة، كاين اللي بشرة جافة، كاين اللي بشرة دهنية. نعم. كاين كل واحد يعني لمن كان يعني الصابون الكبريت مخصصته يعني الواحد اللي يكون عنده البشرة تاعو فيها هذ المراهقين وكامل يتعرضوا لحب الشباب وكامل. وبالنسبة للألوان هل تضاف إليه ألوان؟ لا، ما يكفي حتى ألوان مصطنعة ولا حتى العطريات مصطنعة ولا حتى هذا يعني طبيعة زيت الزيتون طبيعة 100%. وهل فيه أنواع مثلا مخصصة للبشرة وأخرى مخصصة للشعر مثلا؟ نعم فيها مخصصة للبشرة، مثلا زيت جوز الهند، صابون جوز الهند وصابون القطران مخصص للبشرة والشعر، يعني الشعر اللي تقصف وجاف مخصص له صابون القطران وصابون جوز الهند. نعم. صابون القطران مليح للقشرة، يعني هو طبي معروف، يعني القطران معروف طبي يعني في القشرة تاع الشعر والتجفيف للشعر. وصابون جوز الهند كذلك مليح اللي كنا عنده شعره جاف يغسل بصابون جوز الهند، يعني ما شاء الله مفيد جدا ومفيد للبشره كذلك، يعني حتى للشعر يفيد للبشره. كما صابون الكبريت مخصصته قلت لك للحب حب الشباب، المشاكل البشره، مشاكل البشره بصفه عامه، يعني حتى الاكزيما، حتى مشاكل كامل، مشاكل تاع البشره.
صابون العسل كذلك معروف العسل على كل حال يعني غني على التعريف، لكن انا مخصصته يعني مجربينه ماشي انا مخصصته، مجرب البشره الحساسه كذلك اللي تحسس بخدوي شيميك مثلا بلو دانجا فيل وكامل يجيك التهاب في البشره تحت. فالحل موجود لديك يعني من الطبيعه. مده صلاحيه او مدة حفظ هذه هي يعني هي في الحقيقه يعني ما فيش اجل معين لان زيت ما يخسرش مع الوقت ما يخسرش، لكن انا دايره يعني المده حتى ثلاث سنوات. ثلاث اعوام. من الفريق الذي يساعدك في هذا؟ يساعدني يعني ابنائي على كل حال، هما الاولين، عندي بنتي وعندي وليدي، ما عندي هما اللي يساعدوني، وبعد دايره خدامات هكذا من داك يكون عندي لا شارج في الخدمه نعيط لهم. طيب المعدات التي تستخدمينها؟ المعدات هو ما يحوش يعني ما يسحقش معدات لانه طبيعي فيها الا هكذا مخلط كهربائي صغير ولت هذا مكان يعني ما فيش معدات طبيعيه ما فيش معدات. طيب نمر الى شيء اخر يعني يتم انتاجه من خلال هذه المؤسسه، زيوت الطبيعيه من الاعشاب، حدثينا قليلا عنه. زيوت طبيعيه من الاعشاب فيها مختلفه يعني منها كاين زيت تستخرج من المقرمان، معروفين جدودنا كانوا يستعملوا المقرمان بزاف مشاكل سوى للبشره وسوى يعني داخليا مليحه يعني حتى للكولون يعني مجربه حتى للكولون مليحه. لديها استخدامات حتى داخليا يعني خارجيا وداخليا للنزيف، يكون عندك نزيف على الجلد مثلا جروح او. اذكري لنا بعض هذه الزيوت العطريه. نعم اذكري لنا بعضها يعني زيوت مثلا. لا الزيوت العطريه منها زيت هذه العطرشه، زيت المقرمان، هذه زيت الطيون يعني معروف يعني مساوى الوطن معروف بالطيون، هذه هما يعني زيت العطرية، وكم زيت الاخرين كما زيت الفيجل، زيت النعناع، كاين زيت النعناع، زيت الفيجل، زيت هذه العطرشة، زيت ومن بعد زيت الحبوب، هذه زيت حبة السوداء، نعم زيت الحلبة، زيت الكتان، زرة الكتان، زرة السمسم، زيت يعني بزاف. يعني كيف يتم استخراجها؟ يعني كيفاش تخرجيها من هذوك الماكينه؟ يعني هذوك الماكينه تخرج، لان الماكينات تعاون يعني في خروج الزيوت بصفه يعني جيده. اذا تحدثنا ايضا عن الكريمات. الكريمات كذلك من اعشاب طبيعيه، من اعشاب طبيعيه نطيبهم يعني فيهم يعني فيهم طبخ فيهم ونستناهم يتجمدوا. هذيك يعني من اعشاب كما يعني نذكر لك منها كاين كريمه تاع الكولاجين اللي مسميتها انا الكولاجين، يعني الكولاجين فينا حنايا الانسان، لكن حنا مسميتها مفيده للكولاجين. هذيك يعني الماده الاوليه تاعها هي زبده الشيا. نعم زبده الشيا وعسل الحر هذيك مليحة يعني الهالك السوداء. نعم يعني حتى التقدم في السن تأخر معالجة التجاعيد. نعم يعني معالجة التجاعيد. هذه الكريمة ما خصها الكولاجين. كاين كريمة واحدة أخرى مليحة لحب الشباب كذلك، يعني تستعمل مع دائما مع صابون الكبريت. نعم هذه مليحة. هل هناك إقبال من المواطنين على هذه الكريمات؟ خاصة لما يجربوها. نعم يبقوا دائما هي يعني بعد التجربة مضمونة 100%؟ جربوها و 100%. ما كاش أثر جانبية؟ يعني أثر سلبية ما كاش، كاين غير إيجابية. صابون الكبريت كان يستعملوا يكون عنده بزاف الحب غامق في البشره تاعو، يغمق له يدير له احمرار يدير له، لكن مع الوقت يتنحاله كامل ويتنحاله من الجذور لانه طبيعي ما فيش حاجه اللي تخليه يلتهب ولا حاجه اللي يتنحي من الجذور مع الكريمه تاعو اللي تتبع هذاك الصابون. كما كريمه تاع الشعر كذلك فيها 9 زيوت يعني مخصصه للشعر، منها زيت الخروع، زيت الكتان، زيت بزاف يعني زيت اللوز، وفيها ثاني زيت جوز الهند. نعم هذه مخصصه للشعر، مليحه لتقصف الشعر لتجفيفه يعني ما شاء الله مجربين. سيده خوجه هل تستشيرين مثلا خبراء او تبحثين في الموضوع قبل بدء عمليه؟ نبحث نستشير حتى اطباء نستشيرهم ونبحث حتى في يعني مع الاطباء عبر الانترنت، يعني ما دائما ما قدر يكون عندي ثقه في نفسي بلي هذا المكون، ولكن للتاكد يعني مزيدا ولكن نتاكد. وثاني كاين حاجه لازم واحد يجي ليا واحد عنده مشكل في شعره يطيح بزاف، ما نصحوش ديريكتومون يدير الكريمه، ننصحو ماذا به يروح يدير التحاليل باش يكون نقص في الحديد ولا كان يكون عنده مشكل الاكزيما ولا ثاني يكون عنده بالك مشكل داخلي.
ماذا ايضا عن الخل الذي تستخرجونه ايضا بعض الخل كذلك؟ يعني درت خل طبيعي منتوج 100%، يعني فيه ماده حافظه، ما فيش ماده حافظه، ماده حافظه ديالو طبيعيه 100%، يعني حضرها 6 شهور قبل بالعسل الحر والبروبوليس، بعد ثم يكون صالحه باش نخمر بها الخل التفاح. ما نضيف له لا ملون مصطنع ولا، خليه على طبيعته خل تفاح ماشي، حتى نضيف يعني كاين فوائد اخرى ما بينها تين شوكي. تين شوكي انا نسحق البذره تاعها والاخرى تاعها نديرها. نعم سيده خوجة، يعني في رساله منك الى النساء الماكثات يعني ان يقتحمن هذا المجال، حتى ولو انه هناك يعني معائق التسويق كمشكل، يعني فيه مساعي لتسهيل هذا الامر، ولكن رساله منك في الاخير. رساله ان شاء الله يكون كل وحده تكون عندها يعني القدره وتكون عندها دير الكوراج على الاقل باش تفيد نفسها وتفيد وتفيدها من جهه يعني نفسيا، وتفيد دولتها وتفيد روحها، يعني ما تكون ما عندهاش ضغوطات نفسيه وتكون عندها. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. سيده زهيه خوجة صاحبه مؤسسه ناشئه في صناعه الصابون الطبيعي، شكرا جزيلا لك على الحضور. مشاهدينا الافاضل، غنيه وعديه وهذا التقرير دائما عن الذكرى 59 لعيد النصر. ذلك قبل 59 سنه وفد جبهة التحرير الوطني وقع على اتفاق وقف إطلاق النار مع السلطات الاستعمارية بإيفيون بعد مفاوضات طويلة دامت 12 يوما، أثبتت حنكة الوفد الجزائري الذي التزم بمبادئ نوفمبر واستطاع أن يفرض نفسه كمفاوض شرعي ووحيد للشعب الجزائري. 19 من مارس عيد النصر كان نصرا لشعب قاوم وكافح للاستعمار وتبنى ثورة تعد من أعظم الثورات في العالم، أخضعت المستعمر الفرنسي الغاشم وأجبرته على اللجوء إلى الحل السياسي بعد حرب دامت 7 أعوام انتهجت خلالها أبشع أساليب التعذيب والقتل ضد الجزائريين. تاريخ 19 مارس 1962 شكل منعرجا حاسما في اعتراف فرنسا الاستعمارية بسيادة الجزائر كاملة غير منقوصة ضمن اتفاقيات إيفيون، التي أفضت كذلك إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في جويليا من نفس السنة، صوت فيه الجزائريون لصالح الاستقلال عن فرنسا، لينتهي بذلك استعمار دام 132 عاما وتحيا الجزائر حرة مستقلة. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل، نتحدث الآن عن افتتاح معهد للموسيقى والتمثيل في زيرالدا من طرف مؤسسة فنون وثقافة الجزائر العاصمة في سبيل التكفل بالمهتمين بهذه الفنون على مستوى غرب العاصمة. ضيف الثقافة بعد الفاصل. أرحب وإياكم مشاهدينا الأفاضل بالأستاذ حموش فضيل رئيس دائرة النشاطات الثقافية والتدريب الفني بمؤسسة فنون وثقافة الجزائر العاصمة. سيد حموش صباح الخير وشكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير لكم مشاهدين ومشاهدات التلفزة الجزائرية. أهلا وسهلا بك أستاذ حموش، ما أهمية افتتاح هذا المعهد الجديد كخدمة جوارية؟ بداية يجب أن نشير أن مؤسسة فنون الثقافة التي أوكلت لها مهام تسير وتفعيل الحركة الثقافية والفنية على مستوى ربوع ولاية الجزائر، تسير عدة فضاءات على غرار المكتبات والفضاءات الثقافية وأروقة الفنون التشكيلية، إضافة إلى معهد الموسيقى عمرو الزاهي المتواجد في قلب العاصمة في ساحة الشهداء، ومدارس أخرى من الموسيقى المتواجدة في القبة وفي بولوغين وفي شراقة وفي الأبيار وفي المرادية. نعم. أنت تعلم الأخت الكريمة أنه مؤخرا مع ظهور هذه المصيبة التي أصابت العالم كله وعلى غرار ما يجري في العالم، ما أصيبنا نحن كذلك على مستوى الجزائر كوفيد-19، نقدر نقول يعني قلص من نشاطاتنا على المستوى الثقافي، وكان لازم علينا أن نكون حذرين وفق البروتوكول الصحي الذي أملي علينا من طرف اللجنة الوصية وعلى خاصة على مستوى ولاية الجزائر. فقلت الطالب كثير على مستوى هذه المدارس، احنا اليوم مجبرون على العمل وفق البروتوكول الصحي في المقال الأول، وثانية
العمل بطاقة الاستيعاب عوضا تكون في 100%، سنخدمنا على بطاقة الاستيعاب 50%. وكان من الطبيعي أن يكون طالب كثير ويكون اكتضاد على مستوى المدارس اللي ذكرتها آنفا. نعم. فمؤسسة فنون الثقافة في الامتداد الثقافي تاعها والتوسع النشاطات لأن تكون أولا هذه المؤسسة مؤسسة جوارية بحيث تقدم الخدمات تاعها على مستوى المركزي وتمشي لمناطق اللي ربما لم يسعفها الحظ سابقا لأن يكون لها مدرسة للموسيقى. فكان ذلك مؤخرا على مستوى بلدية جيراردا. لما نقول بلدية جيراردا، الأخت الكريمة والمشاهد الكريم يعلم أنه الجزائر العاصمة في اتساع عمراني مستمر. نعم. على الجهة الغربية يكفي أن نذكر مثلا المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وما يعني تحتويه من السكان. ربما الأولياء يتسألوا وين كاين مدرسة تاع موسيقى باش نسجل وليدي. نعم. بحكم أن الموسيقى هي شرط، إن لم أقول مكمل للمسار الدراسي للأطفال. صحيح. فلما تقول له مثلا تمشي لساحه الشهداء او تمشي القبه او تمشي للبيار او كذلك للشرقه ربما يشوف الامر بعيد. نعم. لكن لما تكون الزيرالدا انا على يقين باللي التسجيلات راح تكون بصفه نقدر نقول ربما غير منتظره كما. صحيح. كان الشان بالنسبه للسنه الماضيه على مستوى مدينه الشرقه لما فتحنا في البدايه كان الطالب على الالتحاق بالمدرسه محتشم. نعم. لكن اليوم المدرسه يعني مش ممكن تزيد ولو تلميذ واحد من كثره بالمناسبة العدد. ادعو الاولياء خاصه والناس اللي ساكنين من ضواحي زيرالدا يعني نقول ستاوالي زيرالدا مع المسيدي عبد الله الرحمانيه دويره انه المدرسه راهي مفتوحه وقد بشرت في السنة الدراسية الجديدة غير البارح برك. لا استاذ حموش، ما هي شروط التسجيل او الالتحاق وكم مدة يعني التكوين؟ هي في الاصل ما فيهش شرط. نعم. يكفي انه التلميذ هذا او الوالي يكون عنده رغبة انه وليده يلتحق بالمدارس تاعنا المعاهد. نعم. المعاهد تاعنا الابواب مفتوحة. نعم. بطبيعة الحال ما راحش نقول ما فيهش شرط ولكن كاين يعني ملف اداري. نعم. واجب منه لانه كاين امور ادارية. نعم. وفيها الرغبة لما الطفل يلتحق بنا راح يصيب المكانه تاعو ثم من خلال نقول لي سيكسيون ديسپونيبل على غرار مثلا البيانو او لا جيتار او الاندلس او الشعبي كل ما هو مورود ثقافي جزائري وعاصمي على وجه الخصوص بحكم انه مؤسس فنون وثقافه متواجده في ولايه الجزائر. اضيفي اليها كذلك المسرح اب الفنون. نعم. اذا المؤسسه نقول على غرار ما تقوم به من مختلف الانشطه الاخرى هناك يعني نقدر نقول لك النشاط الام ولا هو الموسيقى وعلمتنا التجارب الاخت الكريمه. نعم. انه الموسيقى لها دور ايجابي كبير في حياة يعني نقدر نقول الفرد. نعطيك مثال بسيط، ناخذ الجمعيات الموسيقى الأندلسية. نعم. إذا صرتي الأوركستر اللي تكون ما بين 20 حتى 30 كوني على يقين باللي 90% منهم كلهم جامعيين. نعم. كلهم متفوقين دراسيا. نعم. وهذا الإشكال اليوم راه مطروح بقوة. تعرفي اليوم باللي الأولياء كاين ظاهرة نقولها سلبية وهذا ما يعنيني غير أنا، لكن ما دام الفرصة أتيحت لي يعني الأولياء اللي ربما يقول لك أنا ندير لي كور للأولاد يعني الدروس الخصوصية الدروس التدعيمية. هادو مساكن راهم يعملوا نوع من الضغط الغير مباشر على الاطفال تاعهم لان المسار الدراسي تاعهم بحكم التجارب يوصل لمرحله ما الطفل هذا ما هو يعني حاجه صغيره. نعم. ما لازمش يكون عنده ضغط يعني اذا كان درنا له نشاط مكمل يعني خاصه الموسيقى سينمي له القدره. استكمل معك الحديث عذرا استاذ حموش، لنربط الاتصال مع الدكتور عمر عاشور رئيس مكتب بيت الشعر الجزائري. سيد او دكتور عاشور صباح الخير. دكتور عاشور صباح الخير، هل أنت في الاستماع؟ ألو دكتور عاشور صباح الخير، شكرا لك على تلبية دعوة المشاركة معنا. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور عاشور. بيت الشعر الجزائري يحتفل اليوم واليومين القادمين أيضا بعيد النصر وباليوم العالمي للشعر، ما البرنامج الذي أعد بالمناسبة؟ شكرا لك وللجمهور الكريم. صحيح أن بيت الشعر الجزائري في اجتماعه الأخير قررت السيادة الوطنية أن تحتفل بيوم النصر واليوم العالمي للشعر
عبر 25 ولاية التي توجد فيها مكاتب معتمدة للشعر الجزائري، وذلك تحت شعار الشعر لغة الانتصار. وقد ركزنا على هذا الشعار لأن هذه الذكرى بالذات 59 تأتي في ظروف تمر الجزائر بحرب ذاكرة مع المستعمر، وبالتالي أردنا أن ننتصر بهذه الذاكرة ونمجدها ونحافظ عليها من هذه الحرب الشرسة. الاحتفال يكون بالطبع عبر قراءات شعرية وحضارات وندوات ثقافية وتاريخية مخصصة لعيد النصر، تكريمات معنوية لبعض الفاعلين في الساحة الأدبية والثقافية، وربطنا الشعر بعيد النصر. لماذا؟ لأن الشعر دور في ترسيخ وتعميق ثقافة على الذاكرة وتمجيدها. فالشعر في تعريفنا والمجتمع والإنسانية جمعاء، فالشعر اكتبه النقبة لكن في الأساس يقرأه عامة الناس، وبالتالي نجد أن الكثير من الأميين الجزائريين يحفظون الكثير من الأشعار المتعلقة بالثورة الجزائرية، وربما لا يسمعون بالكثير من الأعمال الأدبية الأخرى كالقصص والرواية، وبالتالي هذا يجعل الشعر هو نبض المجتمع الخافض. والشعر كما نعرف مثلا أن الروائي مثلا ما يدل على أن الشعر هو نبض المجتمع وهو الذي يخلد أمجادها. الروائي الألماني الكبير غوتر غراس كتب الكثير من الروايات ولكن لم ينتبه له إلا حين كتب قصيدة ينتقد فيها الممارسات الإسرائيلية، مما يدل على أن الشعر هو الأقرب إلى الناس. وبالتالي قررنا في بيت الشعر أن يكون شعارنا هذه السنة الشعر لغة الانتصار، وأردنا أن نعيد لذاكرتنا مجدها ونحافظ عليها. وهو المطلوب دكتور عمر عاشور عليها. شكرا جزيلا لك رئيس مكتب بيت الشعر الجزائري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة. نعود إليك دكتور أو أستاذ حموش فضيل، رئيس دائرة النشاطات الثقافية وتدريب الفني بمؤسسة فنون وثقافة الجزائر العاصمة، للحديث عن باقي الفضاءات الأخرى كالمكتبات والمرافق الأخرى التي استؤنفت فيها الأنشطة وفق البروتوكول الصحي. إذا سمحت الأخت الفاضلة، يعني ماشي ممكن وسيكون من الإجحاف، يعني ذكرني الأخ الكريم بمناسبة عيد النصر ونحن في شارع الشهداء، وما أدرك ما الشهداء والأمانة التي تركت لنا. صحيح. وأستوقف عند أحدهم وهو شهيد الرز بدوش مراد، الذي قال عند قبل أن يموت أو يستشهد من أجل الجزائر: وإن قدر الله وإن استشهدنا دافع عن أرواحنا. فالدفاع عن الأرواح هو التبات والوفاء لأرواحه من خلال المهام التي أوكلت إلينا كمؤسسة ذات طابع ثقافي. نعم. فسيكون من البديهي أنه يعني الثقافة بالمفهوم العام ربما كان فئة من المجتمع نظرها يعني جانب ثانوي، لكن بالنسبة لنا وبالنسبة الناس اللي نحبوا أنه تكون هذه الثقافة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد الجزائري. نعم. لأن مقاس المجتمعات المتقدمة تقاس بالرصيد الثقافي، بالموروث الثقافي، بالفعل الثقافي على وجه الخصوص، ماشي شرط أن يكون الفعل الثقافي حفلات ذات طابع غنائي فقط. صحيح. على هذا الأساس أربط الشيء بالمؤسسة تاعنا، ربما قد عرفت في وقت سابق من خلال النشاطات الفنية أو السهرات الفنية التي تقام على مستوى قاعة بالخلدون، مسرح هواء الطلق أو لصابلات أو حتى تحت الفنانين. نعم. لكن المؤسسة عندها نشاط رئيسي وعلى مدار السنة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر. ليس مناسبتي أنا. لأن لغة المناسبات غير موجودة لدى المؤسسة. فعلى غرار قلت المدارس الموسيقية التي تشرف عليها المؤسسة، هناك أروقة للعروض الفنية. نعم. وبالمناسبة أدعو جميع الفنانين إن كانوا كما نقولوا دي بروفيسيونال أو مبتدئين أو حتى اللي عندهم مواهب أو طاقات وكمهم كثيرون يفجرونها يعني في هذا. إحنا ضد المونوبول احتكار. جرت العادة أن نعرف الفنانين فلان 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 ونتوقف، لكن عند الأسماء الكبيرة لا. لكن الامتداد الجغرافي نعم للجزائر عامة والجزائر العاصمة خاصة، فبدون شك أنه كاين فنانين دون دي كوان بيردو، إحنا نفتح لهم الأبواب تاعنا على مستوى محمد راسيم، عيشة حداد، مصطفى كاتب، وعسلة حسين التي رممت وجددت على آخرها وأصبحت تحفة لجزاها في شارع عسلة حسين. نعم. للعروض يبقى برك يعني باش ما يكون سوء فهم بالنسبة للفنانين، احنا نقول أولا يكون المنتوج تاعو عند مقام
اولا الفن هذا بالمفهوم تاعو الواسع، فالاروقه مفتوحه. كما نتكلم كذلك على الجانب الشعري، وتكلم الاخ الكريم سابقا المناسبه اللي تفضل بها، احنا عندنا كل سنه المسابقه تقام على مستوى مؤسسه فنون الثقافه، نعم، تعني بالشعر والادب باللغات الثلاث، نعم، اللغه الفرنسيه الانجليزيه استغفر الله الفرنسيه العربيه والامازيغيه. يعني هذا كما يقولوا موعد قار لكل سنه، اضافه الى لو غران بري تاع عيشه حداد في الفنون التشكيليه. ضيفي اليها كذلك الفضاءات ذات النشاطات المختلفه، الفضاءات الثقافيه والمكتبات، بحيث ان المؤسسات تسير عده فضاءات من بلديه الكاليتوس شرقا الى بلديه المعالمه غربا، مرورا ببلديات المجاوره لهاته في كل النشاطات. إذن المؤسسه تاعنا مؤسسه فنون الثقافه هي مؤسسه التي تعنى بالثقافه بمفعولها الواسع وليس الضيق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك استاذ حموش فضيل رئيس دائره النشاطات الثقافيه والتدريب الفني بمؤسسه فنون وثقافه الجزائر العاصمه على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. مشاهدينا الأفاضل وصلنا في الآن إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح، شكرا جزيلا لكم على كرم الوفاء والمتابعة، جمعة مباركة للجميع. عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضي.